حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية مع تباين أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وأقفل خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 77 دولارا و26 سنتا للبرميل الواحد. وسجلت مكاسب أسبوعية بلغت 65 سنتا. هذا وأغلق خام البصرة الخفيف على ارتفاع أيضا بلغ 93 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و81 سنتا. وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 81 سنتا. انخفض سعر الدينار أمام الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد وكردستان العراق. وسجل الدينار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1621 دينارا عراقيا مقابل الدولار الواحد. وفي وقت سابق قرر البنك المركزي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، فيما حدد أو تم تحديد سعر بيعه للمصارف ب 1460 ديناراً لكل دولار. سجلت العقود الآجلة للذهب سادس مكاسب أسبوعية على التوالي رغم تراجعها يوم الجمعة. وعند التسوية تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1929 دولارا و40 سنتا للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%. وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وما إذا كان سيتخذ قرارا بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أو 50 نقطة. تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتجري تسويتها عند 86 دولارا و66 سنتا للبرميل، مرتفعة 3 سنتات فقط عن تسوية الأسبوع الماضي، فيما هبط سعر الخام الأمريكي دولارا و33 سنتا. زادت روسيا إمداداتها من الديزل إلى الموانئ الإفريقية وموانئ البحر المتوسط مع اقتراب سريان حظر فرضه من الاتحاد الأوروبي. وتنامت إمدادات وقود الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في الأشهر الماضية لتسجل نحو 680 ألف طن من الأول وحتى 25 من الشهر الجاري، مقابل نحو 730 ألف طن من الشهر الماضي بالكامل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.